مرحبا. هلا بنت امبارح سنفرنا وهتلاقينا المحاضره والمبنى اللي لازم اخذ فيهم المحاضره الاولى هاي كانت في الكامبس. اليوم سنفر رسمي معلم، رايح اشوف وين قسم الكتب الدراسه. انا مش عارف ولا شيء في الجامعه، انا اشتغلت في الجامعه مشروع واحد. المشروع هذا كان ليتر بوك، كانت بجهه، طبعا الجامعه كبيره، بجهه بعيده عن كل شيء اللي قاعد بروح عليه. هلا اللي صار انه المفروض بعثوا لي ايميل قسم الكتب الدراسيه انه تفضل اذا بدك تيجي تستلم كتب او تاخذ كتب او تشتري كتب، فاحنا وي ار اوبن لانه دخلنا في المرحله الرابعه. قلنا تمام 100%، بعثنا ايميل، طبعا القائمه اللي لازم اخذهم من ثلاث مواد ثلاث كتب. المهم يا وين هذا قسم الكتب ان شاء الله؟ ليس الا رن على ايش؟ على قسم الدعم الطلابي. رنيت عليه، مرحبا كيف حالك؟ انا هيك 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 وبدي تدلني وين المبنى. يا ولا يهمك. تعرف قسم مش عارف ايش البنين؟ لا. طيب مش مشكلة. تعرف وين النافورة اللي بتدل على قسم البنين؟ لا، على فكرة انا رن عليك تدلني على المبنى لانه انا جديد ما بعرف ولا شيء في الجامعة. شو بتعرف؟ والله بعرف مبنى H08 اللي اخذت فيه المحاضرة. قال لا لا هذا بعيد، هذا على الجهة الثانية. طيب كيف بدك تبني؟ قال تعرف البوابة الرئيسية رقم واحد؟ يعني مفروض يعني انا مفترض اني انا بعرف. قال طيب دخل البوابة ضلك ماشي دغري، بيجيك دوار صغيرة، تطلع من الدوار الصغيرة ضلك رايح دغري، بيجيك مطبين، بعد المطبين بيجيك يوتيرن. بعد اليوتيرن تدخل على اليمين. هلا بس بحب احكي لك انك انت رايح على مبنى C02 ماشي؟ انه تمام. كل هذا من هذا البحر. هذا اقرب بارتنج لسي 02. ولا تبع بعدين تلاقي في مبنى مش عارف شو الناس مش محتاجين. اول مره تركب تكوسه، ولو واحد منها جه كده بالتكوسه ما كنتش ركبت تكوس. اما هي اول مره تركب تكوسه ماشي ليه وسط العربي؟ هو على الاغلب مسكر. لا شيء. طيب شو الغلبة؟ قلت له بس هم بعثوا لي ايميل. يا والله متى؟ قلت له امبارح. لا معناته يمكن يكونوا عن جد فتحوا. يمكن. قال يلا توكل على الله وبالتوفيق. طبعا تاخر الموعد لاني بدور اصلا مع الموعد، هناك مش لازم تقدرش تروح يعني هيك يلا هات هزر نشوف وين نصير. قديش حياة السنفرة كثير 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 حلوة. انت مش عارف وين الله حاطك، كل حدا قاعد بحاول يدلك، طبعا مفيش حدا اصلا في الجامعة. المهم تروح معلم على المكان او المبنى طلع وخلاص. دي البطيخة مش سهلة تلاقي، او بالنسبة لي اتليست ما كانت سهلة الاقيه. توصل عند CO2 تدخل على المبنى تبع قسم الكتب الدراسية. صراحة تسألك داخل على مول يعني بالآخر الخدمة إيش قراءة. تدخل بياخذوا منك الاي دي، بياخذوا منك كارد، بفحصوك، بيشوفوا الاحتراز تبع البرنامج زي امان اللي في الاردن زي برامج اللي هي تشيك تبع الكورونا في البلد، بيشوفوا امورك تمام. تدخل توصل على الكاونتر بياخذوا رقمك الجامعي اللي هو بسموه الرقم القيد اي ثينك اللي انا ما كنتش عارف شو هو اصلا. المهم بيسجلوه بيعرفوا بيتاكدوا من اسمك، بياخذوا الاي دي تبعك او الهويه او الاقامه القطريه، تاكد انه انت تمام امورك. تروح على الكاونتر اللي بعده بيحكوا لك وين تروح، تاكد انك طابع الورقه اللي بدك اياها، بتروح تاخذ رقم، تقعد تستنى دورك، موظف ياخذ الورقه، بروحوا بيجهزوا الكتب، بعدين بيطلع على شاشه رقم اي كاونتر انت لازم تروح، تروح على الكاونتر تاخذ الكتاب تبعك او الكتب تبعونك. انا فكرت انه لازم ادفع، طلبت كريدت كارد، فبتحكي لي خلص يعطيك العافيه، شو خلص مش لازم ادفع؟ لا لا بس لازم تدفع اونلاين، اكيد ما راح اخذهم بلاش، لازم تدفع اونلاين. طلع برضه سيستم الدفع في الجامعه برضه اونلاين ما حتدفع عند الموظفين. وفي شغله خليني احكي لكم اياها، انه الانفويس تبع الكتب او الفاتوره تبع الكتب اللي انا اشتريتهم اجتني على ايميل الجامعه، ما في داعي انا لا ادور ولا اشوف الويب سايت قديش طلع علي ولا يعني انا عارف والله حاسس الموضوع يعني هم صراحه تواصلهم او طرق التواصل في الاي بي عندهم كثير قوي يعني اكتف ويعطوا لك كل شيء، انت ما في داعي تقلب حالك صراحه. بس تقلب حالك لما في شيء انت مش لاقيه تسال عنه، اذا ما لقيته عادي رن على التليفون بيحكوا لك كل اللي بدك اياه.
لا الحياة لطيفة والموضوع سهل إن شاء الله. ولهون هيك تكون توتة توتة خلصت الحدوتة تبعت الكتب الدراسية. نشوفكم إن شاء الله في حلقة سنفرة جديدة.